طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أحبتنا في كل مكان، مساء مفعم بالحيوية والنشاط وأيضا بالتحدي والإبداع. طاقات بلا حدود يطلع عليكم بموضوع جديد، أو موضوع خلينا نقول كل ثلاثاء، لكل المبدعين، لكل أصحاب الهمم واللي عندهم أفكار وحابين يطلقونها. اليوم بمشيئة الله تعالى بإمكانكم أنكم تطلقون هذه الأفكار، لأن اليوم معانا هل لديك فكرة؟ إذا كان عندكم أفكار وحابين تتشاركون فيها معانا اليوم، كل اللي عليكم أنكم تتواصلون معايا على أرقامنا التالية عبر الاسم اس. كل اللي حابين تشاركوا معي اليوم مشتركين الاس تي سي، انا بانتظاركم على 84 77 00، موبايلي على 640 660، وزين 7462 62. واللي حابين ايضا يتواصلوا معنا بشكل مباشر، كل اللي عليكم انكم تتصلون على الرقم المجاني 012 61 61 100. وايضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @الفالف اف ام، وات ايضا ضيفنا اللي راح اقول اسمه حطيت لكم عموما في تويتر، وايضا على آتمين العبد الله. ولا تنسون، هل لديك فكره بتربح الشباب والصبايا؟ كم يا ترى؟ 1,000,000 ريال سعودي. نعم، 1,000,000 ريال سعودي. بامكانكم ايضا انكم تدخلون على موقعهم على @fikra_tv وشاركوهم ايضا بهاشتاج هل لديك فكره. رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا لليوم، أحد أعضاء لجنة التحكيم ورجل الأعمال المعروف، الأستاذ محمد أحمد فتيحي. مساك الله بالخير أستاذ محمد، وحياك الله معي بطاقات بلا حدود. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جدا سعيد أني أنا أكون معاكم اليوم، وإن شاء الله بإذن الله يكون في نفع لجميع المستمعين بمشيئة الله تعالى. أستاذ محمد، حضرتك أحد أعضاء لجنة التحكيم، وما شاء الله إحنا قلنا يمكن في الحلقتين اللي طافت مو يعني المشتركين أو المتسابقين مو بعشرة ولا 20 ولا 30، 50 فريق مشاركين، وكل فريق في مجموعة من الشباب ومن الصبايا متشاركين مع بعض بالفكرة. في هل لديك فكرة؟ طيب، أكيد في أفكار كانت مبهرة، وفي أفكار نص نص خلينا نقول، وفي أفكار يمكن أنتم قلتوا هذه نخليهم درجة ثالثة. أنت كأحد أعضاء لجنة التحكيم، هل في معايير، هل في مقاييس معينة من خلالها أنتم بترشحون المتسابقين من خلينا نقول بينتقلون من مرحلة للثانية إلى ما يوصلوا للفاينل؟ أول شيء لما أذكر أنه نحن لما بدأنا البرنامج ما توقعنا صراحة أنه كان أنه في عدد من الفرص كافي بصراحة، تستطيع أن هي الفرص تكون جديرة بالاهتمام وجديرة بالاستثمار. أنا فوجئت، المملكة تمتلئ بالمبدعين وريادي الأعمال الذين يتوقعون منا أن نكون معهم لنحظى بشرف الاهتمام بهم والاستثمار. وأعتقد أنه واجب أي أحد مننا أن نسأل كل واحد موجود وعنده فكرة إذا كانت هذه الفكرة يستطيع أن يتحول لفرصة. أنا فوجئت جدا بالأفكار الموجودة، وأنا جدا سعيد أني أنا أكون جزء من هذا المشروع الجميل الذي فيه خدمة لجميع ريادي الأعمال وللمملكة والمجتمع. المعايير الأساسية هو أي فكرة تتحول لفرصة إذا كان هناك حاجة ما بينهم. أنا لفت نظري لما قلت فرصة، يعني البرامج اللي زي كذا هل لديك فكرة وغيرها، هذه فرص للشباب اللي عندهم إبداعات وعندهم أفكار أنهم يطلقونها. صحيح، أنه يتم اكتشافهم واستثمارهم. أستاذ محمد صحيح، يا جماعة ترى في 1,000,000 ريال مليون موجودة. ريال أكيد، أنا مليون ريال. أي أحد يستمع الآن نقول له 1,000,000 ريال جاهزة صحيح، فأقطفوا الثمار وأقطفوا 1,000,000 ريال وهموا إلى 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 المشاركة بالبرنامج. نحن الحقيقة أنا بشوف إذا كانت الفكرة تتحول لفرصة إذا كان هناك حاجة يستطيع أن يثبت الشخص الذي لديه فكرة لديه حاجة من المجتمع، وهناك القدرة وإمكانية حقيقية في الشخص اللي بيقدم الفكرة من خبرة وعلم. والرقم الآخر الثالث خلينا نقول أنه إذا كان هناك فرصة أن تتحول الفرصة إلى scalability، يعني قدرتها للنمو بشكل كبير وتتحول من فقط مشروع صغير إلى مشروع كبير يخدم فيه 100,000 من الناس إن لم يكن ملايين. حقيقة هناك بعض الأفكار الجميلة، يعني ما بدي أكشف إيش الأفكار الموجودة،
لكن أذكر المخرج قال لي في بداية الحلقات قال لي سمحتك محمد يا ريت ما تقوم وما يتحرك وتكون موجود، لكني لم أستطع أن أتمالك نفسي. ولما وجدت خلينا نقول رجل لفت نظرك؟ نعم رجل ولكنه يعني يعتبر كطفل لكنه رجل بمعنى الكلمة، عمره 16 سنة، روعة، استطاع أنه يقدم فكرة أنا لم أستطع أن أتمالك نفسي. وقفت وصفقت له وقلت خليني أضرب عضلة حائط ما أوصوا بالمساعدين المخرج والمخرجين، وقلت لهم أنا ما همني، أنا أفتخر أنه أنا أكون موجود وأن أشاهد مواطني السعودي يستطيع عمره 16 سنة يستطيع يقدم فكرة مختلفة ومتميزة ويستطيع أن يخدم فيها مئات الآلاف وملايين من الناس. أنا أدعوكم جميعا لمشاهدة البرنامج، وأدعوكم إن لم يكن لديكم فكرة على الأقل شاهدوا البرنامج، حتفاجئوا بكمية الشباب اللي عندهم أفكار واللي عندهم قدرة حقيقية للوصول بين العالمية ولمصاف الدول المتقدمة. احنا دائما بنقول كذا، انا دائما بقول من خلال طاقات بلا حدود، انتم يعني من جد اللي راح تغيرون فكرة العالم لكم، شبابنا وبناتنا، جيل متقاعس او جيل كسول، لا انتم اللي راح تقدرون. واكيد في ابداعات، في ناس كثير من شبابنا وبناتنا بنفخر بنتفاخر فيهم، والمفروض هم ايضا يكونون رموز للي بالخارج، على بدل ما نقول في عندنا ما نعرف مين وفلان وعلان، نقول لا عندنا احنا شبابنا في نماذج. انت قلت يعني من خلال حديثك استاذ محمد قلت في شباب حنتفاجئ بهم ابداعاتهم. صحيح. طب انت كنت واحد من هذول الشباب في يوم ما، انت طبعا عندك بيبي فتاحي، يمكن احنا تفاجئنا بفكره مشروعك. نعم. الحين لو لسه ما فتحتها كانت فكره، ممكن تشارك في هذه الفكره؟ طبعا طبعا. شوفي انا الجميل في رياده الاعمال انه ما في فكره غريبه او مجنونه او قديمه او غبيه، كل افكار لها وزنها، لكن عدم قدرتنا في رؤيتها بشكل حكيم العيب فيها نحن، مو في العيب في الفكرة. فالبيبي فتحي لما بديتها الناس كثير قالوا لي انت ايش حتسوي في مجرات اطفال ومواليد، حتبيع في المحلات يعني، هل في سوق كافي؟ طبعا الحمد لله ربنا اكرمني انه درست السوق، وجدت انه في فرصة للنمو في احتياج، والحمد لله ربنا اكرمني الان عندنا 20 معرض، والأسبوع هذا نحن فاتحين أكبر معرض الفلاكشيب ستور في شارع عليا قدام برج الفيصلية. فالحقيقة أنا الحمد لله ربنا أكرمني في ذلك، وأنا أشكر جميع زملائي اللي كانوا معايا ولا زالوا بيجاهدوا معايا أن هم يعملوا شيء مختلف، وإن شاء الله بإذن الله في خلال السنوات القادمة حنوصل العالمية ونفتح بفتحي في أماكن مختلفة في أوروبا. هي بدأت معك فكرة أستاذ محمد؟ أي نعم، يعني زي الشباب اللي إيه نعم، هي فكرتي يعني الحق يقال أنه زوجتي هي اللي قالت لي أنه لما بنتنا جات قبل كم من سنة قالت لي ليش ما يكون في مكان مخصص ينباع فيه أشياء للمواليد، لأنه ما لقينا شيء مناسب للمواليد، فخليت الموضوع ده في بالي. حلو. وبعدها بكم من سنة لما فكرت مرة تانية أني أنا أسوي شيء مختلف ذكرت كلامها وجزاها الله خير، أن هي أكيد. ودائما صاحب الفكرة ليس بالضرورة يكون الفكرة 100% منه، نحن دائما نعمل على مساعد بعضنا البعض. فأسأله يعني أي أحد يستمع الآن، أسأل إذا كان فكرتك قابل للتنفيذ، شوف استكشف إذا كان هناك أفكار أخرى، تعاون مع الآخرين، خلي الإيجو على جنب، وحاول أنك أنت بقدر الإمكان تشاطر الآخرين أفكارهم ونجاحاتهم، أو يشاركونكم أنتم أستاذ محمد يعني، ليش لا؟ يجون على فكرة ويحطون أفكارهم، لأن ليش لا؟ يعني أنا شوف أنا من أمس يعني لما بديت أغرد أن أنتم متواجدين معنا لقيت مجموعة من الشباب أمين عندنا أفكار، الحين قاعدين يكتبون أيضا أستاذ محمد أن في عندهم أفكار، هل لسه ما زال ممكن أنهم يشاركون؟ نعم لا زال أنا نحن بنحاول قدر الإمكان في سواء كان في جدة أو في الرياض من أصدقاء لي أن احنا نكون بيئة أعمال، بيئة ريادة أعمال مناسبة في المملكة. أنا موجود في عضو مجلس إدارة في مجموعة عقال اللي هي تستثمر في الأفكار الجديدة، موجود أيضا في مجموعة سرب، شركة سرب اللي هي متفرعة من بادر المبثقة من مركز الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكمان أنا موجود كمدرب وموجه في مجموعة قطوف الريادة اللي هي تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتدريب المنشآت الصغيرة، وعندنا المناسبات مختلفة لكل ما ذكرت فيها استقطاب لوزير التجارة ووزير العمل
وجميع المعنيين كصندوق التنمية البشرية وجميع المستثمرين لإعطاء الفرصة لرياديي الأعمال. يا جماعة البلد اتغيرت، يا جماعة استثمروا في البلد بأفكاركم، لأن هناك المستثمرين يريدون أن يهتموا بكم، وهناك جمهور كبير يصدق ما تطرحوه. نعم. وجميع الناس الموجودين في هذا المجال اللي أنا أعرفهم، وهناك العشرات، يستطيعوا أن بكل فخر واعتزاز يقولوا أنه أنتوا قد المسؤولية وأنتوا الفخر لينا، ونحن مستنينكم عشان تساعدونهم. نعم نستقبل أفكاركم. نعم أنت قلت شغلة، قلت أنت في أحد أعضاء عقال. نعم. طب معناته أستاذ محمد أنت ممكن للمتسابقين اللي راح تشوفهم ممكن أنت تستثمر منهم. إيه نعم. ممكن تتبناهم يعني تساعدهم. أنا الحمد لله والشكر لله في بعض المستثمرين أنا اهتميت بهم شخصيا، وهذا أنا أعتقد أن هم قادرين على أن هم يعيدوا مرة ثانية العائد المادي. حلو. والمعنوي والاجتماعي، دنيا وآخرة، يستاهل الحقيقة. أنا بحاول قدر الإمكان مع أصدقائي أنه نحن نعمل كل ما يمكن عمله لمساعدة ريادة الأعمال في المملكة. أكيد. يعني ما شاء الله تبارك الله، تويتر عندنا بدوا يتحمسون الشباب والبنات، يقولون عندنا أفكار أمينة، عندنا أفكار. مليون ريال ترى فعلا وسهلا. مليون ريال. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم. مليون ريال فعلا بانتظاركم. حل البركة. بس كل اللي عليكم أنكم تتشاركون، تدخلون على موقعهم أو على تويتر، كلكم الحين متواجدين على تويتر، ادخلوا على @fikra_tv. فكرة أندرسكور تي في. وهل أندرسكور لديك أندرسكور فكرة؟ أو بالضبط. وادخلوا شوفوا عقال ولا. يلا. عقال وسجل أفكاركم. سجل أفكار وسجلوا كمان في سرب، نحن مستعدين، وحتى سجلوا تقطوف. شوفوا الهاشتاجات وشوفوا التويتر وشوفوا إنستغرام. بالضبط. وشوفوا فيسبوك، نحن موجودين في كل القنوات التواصل الاجتماعي. أكيد. وهاشتاج هل أندرسكور لديك أندرسكور فكرة. أبدو الآن كلكم أبيكم تدخلون وتشاركون بأفكاركم، راح تلاقون الدعم بلا محالة. ايضا قبل ما اطلع الفاصل او الفاصل معانا من حلقتنا اليوم، خالد باجعيفر يقول بيض الله وجهك استاذ محمد، يقول انا مهندس الصوت حق البرنامج، ايش رايك نشكرهم؟ اكيد حقين مهندس. والله الصوت. انا شاكر اول شيء ليكي انت نديتيني الفرصه انه المئات الاف اللي يستمعون الان ويصدقوا انه فعلا في ناس مهتمين بالموضوع، فانت جزء معنا من النجاح، وان شاء الله باذن الله يعني نشوف ثمرات هذا النجاح في كميه الافكار اللي جينا بشكل دائم. اهم شيء نخدم شبابنا وبناتنا ونحطهم على بدايه الطريق، وان شاء الله وهم يبدون ينطلقون. انا اول مره طلعت على الهواء وقلت مليون ريال ما كانوا مصدقين بصراحه، كانوا مصدومين بمليون ريال. لا صدقوا يا جماعه. حتى في تويتر قالوا امينه كمان، يعني احنا ما نبي احد يلعب على احسابنا او منها. قالها مليون ريال سعودي كاش. رح نطلع أول فاصل معانا لليوم، لكن خليني أذكركم اللي حابين يتواصلوا معانا اليوم، عندك فكرة تبون تبدون مشروعكم وبعارفين شلون تبدونه، تبون استشارة من الأستاذ محمد أحمد فتيحي أحد أعضاء لجنة التحكيم وأيضا رجل الأعمال المعروف، معروف ما شاء الله بيبي فتيحي، يعني تحت الهواء أنا عندي سالفة معاه. كل اللي عليكم أنكم تتشاركوا معانا على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84-7700 موبايل على 640-660-74622، وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. أيضا لا تنسون أنكم تتشاركون معنا على طبعا على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم، وأيضا على @محمد فتيحي، حطيت الأكاونت موجود في صفحتنا في تويتر تقدرون تتشاركون معه، وأيضا @fikra_tv وآتمينة العبد الله. خليكم على أثير موجتنا وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة، رحب بكل أصدقائنا وبكل أحبتنا في كل مكان اللي معانا من بداية حلقتنا لليوم، وأيضا اللي انضمونا بهذه اللحظات، وأقول للجميع تقبل الله منكم. أذكركم إن اليوم معانا مليون ريال سعودي. إيه فعلا مليون ريال سعودي، ممكن تكون من نصيبك أو ممكن تكون من نصيبك، ممكن تكون من نصيب أي واحد فيكم مبدع وعنده فكرة، وممكن إنه يشارك بمسابقة هل لديك فكرة. لكل الشباب والصبايا اللي قاعدين يسألون شلون ممكن إن إحنا نشارك فيها، مرة سهلة.
عندكم في تويتر @fikra_tv، ادخلوا وسجلوا أفكاركم. رح يبدأ إن شاء الله الموسم الثاني في نهاية شهر ذي الحجة. نهاية شهر ذي الحجة رح يكون الموسم الثاني، يعني نفترض من الآن تبدون تشاركون في موسمهم الثاني، تعرضون أفكاركم على أساس يكون لكم إن شاء الله نصيب كبير من هذه المسابقة. ايضا بامكانكم انكم تشاركوا معنا اليوم بعرض اي سؤال او استفسار. اذا كان عندك فكره او عندك فكره وحابين تبدونها، ما انتم عارفين شلون تبدونها، يا ترى يلا اليوم شاركوني واطرحوا اسئلتكم على احد اعضاء لجنه التحكيم ورجل الاعمال الاستاذ محمد احمد فتيحي. اللي حابين تشاركوا معي في حلقه اليوم عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 84770، موبايلي 640660 وزين 7462622، وبالنسبه لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. ايضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@FM وات @fikra_tv وات @محمد فتيحي وايضا @امين العبد الله. استاذ محمد استاذنك بس دقيقه، ما شاء الله الريتويت على الطاقات بلا حدود، متحمسين حيل الشباب اليوم. حابه اني اشكرهم على السريع، وسيمر المرشدي وايضا حمود القشطه ومتعب بن عبد الله وايضا الاستاذ محمد كابلي اللي كان ضيفنا الاسبوع اللي راح، الرئيس التنفيذي لشركه دله، اكيد حكيم سلنور وايضا السلطانه زينه و هاني بن سعد، نواف الحربي، نواعم، أواز عبد القادر، ضيل ابتسامة، عادل عبد الله، وعاشق السفريات أخونا علي عبد الوهاب. وفي مئات الآلاف احتمال كبير بالتردد إنهم يشاركوا، ما مصدقين ولا يا جماعة تصدقوا، مليون ريال سعودي كاش، مليون ريال سعودي كاش. يا سلام. طيب وأيضا أخونا ثامر الفرشوط إن شاء الله رح نأخذه مداخلة. أنت قاعد تقول مليون ريال سعودي كاش. لا 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 وقت التوقيت بس عشان بس يلا تفضل. التوقيت اللي كل ربع وخميس الساعة 10:30 التلفزيون السعودي، القناة السعودية الأولى. نعم. طيب في رابح مليون ريال سعودي، الخمسين فكرة الثانية. نعم. أستاذ محمد. نعم. إذا كانت أفكار فعلا تستحق أنها تطلع للنور. نعم. في معانا شباب، في معانا واحدة من البنات قاعدة كل شوي تكتب تقول أمينة أنا عندي فكرة ماني عارفة إشلون أسجلها أو إشلون أطرحها، أو أحد الأخوان عبدوش اسمه. نعم. إشلون أستاذ محمد هذا إشلون؟ طيب. كنت هو الحقيقة منهم؟ يعني هو في متأهلين في كل حلقة، نحن بناخذ الاثنين في كل حلقة. من 10 حلقات الماضية الموسم الأول أخذنا 20 ريادي أعمال وريادية أعمال، لكن هناك أيضا نحن نأخذ أيضا في 3 من المتبقين، فنحن نأخذهم وندربهم ونعطيهم الملامح الجدوى الاقتصادية. حلو. ثم نصفي منهم الشخص المناسب. طبعا أنا موجود في مجموعة عقال أيضا اللي هي تجمع بين عقول وأموال، نستثمر في المشاريع الصغيرة، وهي زي ما أنا قلت قبل شوية لها الفروع في المنطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية. حلو. واللي تدخل على www.oqal يعني .org oqal.org، تستطيعوا انه من خلالها تقدموا افكاركم. وكمان احنا موجودين في تويتر وانستغرام، كمان انا موجود في سرب، شبكه سرب والمنبثقه من بادر. ممكن تدخلوا على شبكه سرب وتشوفوا وتدخلوا وتقدموا افكاركم. في جوائز مختلفه، في جائزه اصرار مع وزاره العمل، نحن كمان موقعين معاهم اتفاقيه، فهناك جائزة أيضا الأكماك اللي هو الأخ سامنته مع جامعة أم القرى. فنحن بقدر إمكان نحن نحاول بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا نصنع بيئة لريادي الأعمال المزدهرة. تفتحوا لهم الباب أستاذ محمد، أنتم بتفتحوا يعني بيدين ومتصلونهم بالطريق. أسباب الله سبحانه وتعالى يجعلنا ينفع بنا ويجعلنا يعني دائما يستخدمنا فيما يحبون. أنتم ما بتستفيدون؟ لا. طب المليون ريال هذه انت مالك ما استفاده منها؟ انا مالية اي استفاده شخصيه ماديه في جميع ما ذكرت. وانا ان شاء الله باذن الله يعني الله يغفر لي وسامحني انا قلتها ما برياء ولا سمعة لذلك، ولكن انا اوضح انه هناك عدوى اسمها عدوى وادي السيليكون. فانا بالنسبه لي الفائده حقيقيه دنيويه اللي هي مختلفه عن الاخرويه اللي انا امن. نعم. الله سبحانه وتعالى يقبلني فيها. اللهم امين. الدنيويه انه انا بتعدي بالنجاح. انا ما شفت الافكار انا تحمست كثير لدرجه انه شفت جنبي علي العثيم وشفت جنبي ركان العيدي ولا اخوان حسام القرشي وغيره، حقيقه انا تحمست كثير حتى فكرت ان انا اقوم وادي لهم فكره من افكاري لعل وعسى
تبي تشارك معه استاذ محمد؟ حقيقه انا جدا الطاقه الايجابيه هذه بتدفعني اكثر اني انا اخدم اكثر البلد واني انا اكون فعال بشكل ايجابي. نعم انا اجل حخليك ترد على اول تغريده احد الاخوان علي العبد الوهاب بيقول سؤالك استاذ محمد بما انك انت قلت احنا ما بنستفيد ما بناخذ يعني من الفلوس هذه، بيقول متى سيصل المستثمر السعودي الفكر المستثمر الامريكي حيث يدعم المبدعين لمجرد سماع فكره في مقهى في جوجل مثلا وات ايفر يعني والله يعني انا حقيقه انا كنت مشكك في ذلك الامر خلال الاشهر القليله الماضيه، لكن حقيقه من كثر ما انا كلمت مع اصدقائي وشفت الموجودين الجيل الجديد ليس هناك اي حرج او اي تردد او اي مانع، انا شفته وشهدته انه الافكار هذه يتم تبنيها بشكل سريع وفعال. البلد تغيرت يا جماعه، المره الثانيه بقولها البلد ما هي زي زمان، الناس فيهم خير، الجيل الجديد ونحن معاهم بنحاول نحن نغير البلد للاحسن ونطورها للافضل. يا سلام. طيب ابي اشكر مره ثانيه استاذ محمد كابلي اللي كان ضيفنا الرئيس التنفيذي لشركه دله واللي هم ايضا منتجين برنامج هل لديك فكره. نعم. ما شاء الله قاعد يدعم وقاعد يرتوت لنا ويعني رائع صراحه الانسان هذا. وايضا عبر الاس ام اس احد الشباب يقول رستم مدخلي متسابق، طيب حناخذك اتصال ان شاء الله، قال يحب انه يشارك. نعم. احد الاخوان يقول عندي مشروع مغسله سيارات بتقنيه التلميع وسالت عن الاجهزه ووجدت ان افضلها الايطاليه. نعم. تكلفه الجهاز ما يقارب 14,000. نعم. مضمونه على حسب، يقول ما شفت وسالت هل ممكن اني اشارك. طيب شوفي عشان نكون واقعيين، هو المليون ريال ما هي بلاشي، لازم يكون مناسبه، ويمكن هذه فكره مناسبه جدا، لكن انا دائما انا بشجع الرديء الاعمال أن هم يكون عندهم شيء آخر جديد أو مختلف عن آخرين، في ميزة تنافسية، ياما عن سابق خبرة، ياما سابق علم، ياما حصر وكالة تجارية أو امتياز تجاري، لازم يكون في high barriers to entry اللي هو عوائق أكبر للآخرين ينافسوك بتميز أنت لوحدك أو أنت لوحدك تستطيع أنك أنت تتميز به، حتى لو كان first mover advantage. لكن أنه إنسان يدخل في الشغلانة من غير ما يكون لا عنده لا خبرة ولا علم ولا امتياز حصري ولا عنده تعاقدات ما في غيره يستطيع انه هو يتحصل عليها، يعني هذا في حد ذاته مجازفه ومخاطره كبيره. طيب. فانا بس لكن في نفس الوقت انا بقول لك انا اتكلم مع الناس المسؤولين عن هذا المجال في هذا الصناعه وشوف ارائهم ولا تخاف انك انت وتقلق انك انت تتكلم عن افكارك زي ما تفضل الاخ المشارك، قد يكون يطلع افكار جديده من الفكره الاساسيه افضل او مناسبه اكثر للعملاء المستهدفين. ما شاء الله، يعني في تويتر حطينا اسئله كثير، انا اتمنى انكم تجاوبون منوعه، بتقول احنا انا وزميلاتي عندنا فكره جميله ممكن ان احنا نشارك بالرغم ان احنا طالبات، يعني لسه ما زلنا طالبات. انا قلت لي قبل كذا انه انا يعني صفقت لي 16 سنه الشاب 16 سنه، ويعني انا ما بدي يعني اتحيز لانه انا مجلس الحكام، بس رفع صف المنافسه وارتقى بشكل كبير بالافكار، فيمكن صعب انه التغلب عليه، وانا اتمنى انهم يتابعوا البرنامج المشاهدين. صحيح. على اساس انه كمان يشجعوهم ويقدموا افكار جديده اذا كان هم يبغوا يكونوا مشاركين معنا. نعم. ابو جمانه راسل اس ام اس استاذ محمد بيقول انا عندي افكار ومشاريع بس ما ادري كيف ابدا، هذا واحد. نعم. رح اربطه مع سؤال احد الاخوان عمر الحارثي من مكه، بيقول استاذ محمد تنصح بالبدء بالمشاريع الصغيره ولا الكبيره، ايهم افضل بالنسبه للمبتدئ بالتجاره؟ شوف يعني السؤالين تقريبا نفس الشيء، هو السؤالين هذا يدخلوا في فلسفتي انا الشخصيه غير عن العلم اللي ربنا اكرمني به. انا مؤمن ربنا اكرمني في كل شيء اصلا برحمته، انا مؤمن اصلا انه هناك خط رفيع بسيط اسمه التخطيط ما بين نطاقين مره كبار، النطاق الاول الاعلى اسمه التسليم، ونطاق اللي تحت التخطيط اللي هو برضو عالي جدا وكبير جدا اسمه التوكل. فمعنى كده أنه أنت تتوكل عقلها وتوكل وخطط في خلال مشوارك، لكن خطط بشكل سريع وفعال ولا تهتم كثير، وثم سلم، لأنه في النهاية كل ميسر ما خلق له. نحن أباب الرزق هي الله سبحانه وتعالى يعطينا إياها، ولا لا تفكر كثير أنه هذا مناسب غير مناسب، جرب وحاول واخلص النية لله سبحانه وتعالى. صحيح. وربنا يوفقك، لكن إذا أنت وضعت العوائق والعراقيل وتكسير مجاديف عمرك ما حتوصل. آمن بالله سبحانه وتعالى
ثم بنفسك وتصل بإذن الله. نعم حتى لو فشل حتى نعم. لو تعثر بأول مرة ما في مشكلة، يحاول مرة ثانية مرة اثنين وثلاثة وأربعة. نعم. يعني المحاولات هذه راح تتعلم أنت منها أسباب فشلك. نعم السابقة. والأمثلة كثيرة الأمثلة كثيرة يعني في أمثلة جدا لو تجري لهاورد شولز حق ستاربكس أو تجري لأي أحد تاني أحد رؤساء أمريكا كلهم فشلوا. يعني ستاربكس أول مشروع له فشل ذريع لما فتح المشروع حقه اضطر إنه يقعد كم من يوم عشان يشوف ويسمع كيف تغير مشروع ستاربكس. يا جماعة كل واحد فينا فشل، والفشل هو ليس بالضرورة عائق، بالعكس الفشل هو أكبر وسيلة للنجاح، والإنسان اللي لا يفشل لن ينجح. ما تعلم، أنا حقول ما أخذ نعم. دروس ولا أخذ خبرة. صحيح. طيب في قاعدين يقولون أنا ودي، أحد الأخوات سوما راسلة SMS بتقول أنا ودي وأمنيتي إني أسوي معرض للتصوير الفوتوغرافي والرسم، لكن أبي اللي بياخذ بإيدي ويساعدني. وأيضا في أبو عبد المجيد يقول أنا عندي فكرة بس أحسها صغيرة، هل ممكن أقدمها؟ يعني ممكن على الموقع اللي أنت قلته، أنا راح أحط لكم كلكم عشان تشاركونه. عقال OQAL بالضبط، أنا راح أحطه لكم في تويتر وفي أكاونتي أيضا الخاص، بحيث أنكم تقدرون اللي عنده أفكار لا يقول صغيرة ولا كبيرة ولا والتقديم والتقديم للموسم الثاني، فلديك فكرة بالضبط سيبدأ قريبا إن شاء الله بإذن الله. أعتقد على نهاية شهر ذي الحجرة يبدأ العرض. نعم. يعني من الآن اللي عنده فكرة يبدأ يدخل ويسجل. رح نطلع فاصل، لكن عقب الفاصل رح نبدأ ناخذ معنا من المتسابقين اللي بيشاركون بمسابقة هل لديك فكرة. أي استفسار أو أي سؤال ممكن تدخل على @fikra_tv @fikra_tv FIKRAH وأيضا شاركوهم بهاشتاج هل لديك فكرة، هاشتاج هل_لديك_فكرة. وأيضا ما تنسون أنكم تشاركوا معنا في حلقتنا اليوم، أي سؤال أو استفسار حابين تطرحون على رجل الأعمال وأحد أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ محمد فتيحي على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 زين 746262. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. يسعد لي مساكم من جديد مستمعينا الكرام، أنا جدا سعيدة اليوم، يعني ما شاء الله تبارك الله كثير من الشباب قاعدين يرسلون SMS وقاعدين أيضا يغردون، عندهم أفكار، عندهم يعني نفسهم يشاركون. يلا شاركوا، ادخلوا على @fikra_tv @fikra_tv FIKRAH رح يساعدونكم، رح يعني يعلمونكم شلون طريقة التسجيل. لا تشيلون هم من ناحية التسجيل، لكن أبيكم من الحين تبدون تعرضون أفكاركم تسجلونها على أساس يتسنى لكم أنكم تدخلون بمسابقة المليون ريال. المليون ريال تقدرون تدخلونها الموسم الثاني، حيل صار قريب، يعني كله كم 3 أو 4 أشهر رح يعرض، يبدأ يعرض في شهر ذي الحجة، يعني المفروض من الآن تبدون تسجلون. أكيد الشكر موصول لأبو فراس وأيضا راشد رضوان وفهد القرشي ومحمد الجاني اللي قاعدين ما شاء الله يدعمون حلقة اليوم من طاقات بلا حدود. كل أسئلتكم واستفساراتكم احنا بانتظار انكم تتشاركون فيها معنا على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 زين 746262. واللي حاب يتواصل مع رجل الأعمال وأحد أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ محمد فتيحي على رقم هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100. أيضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أم وآت أمينة العبد الله. طيب أيضا www.ugaloqal.com أستاذ محمد ولا .org نعم. رح أحط لكم بوست الحين في تويتر بحيث أنكم كلكم تقدرون تدخلون وتسجلون أيضا فيه. طيب نواعم أستاذ محمد، هل لديك أعمار ومستويات محددة محددة عندك في عقال أو ممكن الكل؟ كل الجميع. اللي جماعة الخير الأغنى بليونير في العالم مارك زوكربيرغ في الآخر 20s، لا تخلوا السن يكون عائق. يا سلام عليك. واللي اشتروا في التويتر كمان، يعني المصممها كان اترفض من مارك زوكربيرغ ودحين اشترى بمبلغ كبير 16 بليون بس قبل 3 سنوات. يا جماعة ما تعرف مين اللي قاعد جنبكم قد يكون the next billionaire، البليونير القادم. يا جماعة استثمروا في أفكاركم وصدقوا في نفسكم بعد الله سبحانه وتعالى، إيمانكم بالله سبحانه وتعالى، كل واحد يستطيع أنه يعمل المستحيل. صحيح. لكن عليكم التجربة،
حلو. طب استاذ محمد انشر فكره اختراع، يبغى ينشر فكره اختراع عالميا واخذ عليها براءه اختراع، وابي احد يساعدني اني انشرها واخذ البراءه، بس السؤال كيف اقدر اتواصل مع الشخص اللي راح يساعدني؟ قدم فكرتك في عقال.com.org عفوا عقال.org ودخلها. كمان انتم تقدروا تشوفوني في تويتر محمد فتيحي، كمان تقدروا انك تدخل زي ما قلت سيرب وبادر، كمان نعم. تقدروا تدخلوا كمان جائزه اصرار مع وزارة العمل قدمتها. صحيح. كمان ممكن تدخلوا في أكماك أصدقائي سامنت وغيره. ممكن كمان تدخلوا في قطوف الريادة مع دكتور غسان سليمان ووزارة العمل. كل هذه الأسماء دوروا عليها بالجوجلت، وأنا ممكن أحطها كمان إن شاء الله بإذن الله بعد البرنامج على صفحة التويتر، صفحة التويتر حقتي، على أساس إنه كلكم تدخلوا فيها. موجود ليس... عموما أنا حاطة صفحتك في تويتر، يقدرون يتواصلوا معك. ممتاز. شوف الاسم الجاي، أستاذ محمد، الشعب السعودي شعب طموح ويمتلك قدرات عالية لكنه يفتقد الدعم. طموحي صحيح. أكون أصغر سيدة أعمال تمتلك مصنع عالمي خاص بصنع طيب كيف أقدر أشارك بفكرتي؟ أول شيء لازم أذكر إنه شيء يذكر، في الولايات المتحدة 85% من ريادي الأعمال سيدات. فأنا أتمنى كل السيدات اللي عندهم أفكار يقدموا أفكارهم ويحاولوا يجربوا، وهناك دعم كافي. أنا ذكرت الأسماء اللي ذكرت من قطوف وعقال وسرب والأك ماك اللي هو موجود في مكة وجامعة أم القرى يا جماعة الخير، حتى كمان في وعد الشمال مع أرامكو، حتى في الشرقية في الرياض يا جماعة الخير. جوجل هذه الأمور ونحن موجودين للدعم. أتغيرت البلد للمرة الثالثة أقولها، البلد ما هي زي أول، الناس بيدعموا طيب. معنويا وماديا وحتى تقنيا في كتابة الجدوى الاقتصادية. نعم للأسف الوقت بدأ يداهمنا. أخوي مضار بيقول أنا أبي عندي خبرة وأبي أفتح صيدلية عندي أفكار. طيب أخوي حط أنا حاطة أكاونتي وأكاونت أستاذ محمد فتيحي وأكاونت أتفكرة أندرسكور تي في، أنت قاعد تحط لي أكاونت ما أدري مين، يعني حط الأكاونتات بحيث أنه حتى فكرة أندرسكور تي في يشوفونك يقدرون يتشاركون معك. في سؤال إبراهيم البكري يقول أستاذ محمد ريادة أعمالك بدأت من الصفر ولا بدعم؟ عشان ناخذ معنا المشاركين. يعني أنا صعب أن أنا أقنعهم أنه بعكس ذلك، لكن الله يشهد يعني أنه نعم. سبحانه وتعالى أنه يعني الوالد الله يعطيه الصحة والعافية دعمه الأكبر كان دعم معنوي ودعم أني أنا أجرب نفسي أني أبدأ مشواري. أول رحلة لي كانت في صنعاء واشتريت الفضة من سوق الحميدية، وأنا أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر والدي أنه أتاح لي المجال أني أكون الإبن للوالدي اللي أهني ودربني دون أن يصرف علي ودون أن يجعلني عالة أو اتكال عليه، ولكن زي ما كان أبوه وجد جدي كمان كلهم الحمد لله شكرا كانوا عصاميين. الوالدي حبني أنا أكون عصامي ولم يدعمني ماديا ولكن دعمني بأقوى بكثير، وطول حياته بيقول لنا أنا وأخواني وجميع الأقاربنا أنه المال يجب أن يكون في اليد ولا يكون في القلب، وأيضا المال يروح ويجي لكن المهم الشخصية اللي فيها التحمل والصبر والمجاهدة والإخلاص قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى. صحيح. عموما إن شاء الله راح تكون ضيف معنا يعني نستفيد من قصة كفاحك وإصرارك. أنا يعني عندي السي في يعني حتتفاجئوا من أشياء بتقولون لا بدأ من فوق يمكن المليون، عشان كذا ما شاء الله تبارك الله. لا راح تنصدمون بأشياء فعلا اشتغلها أستاذ محمد اشتغلها أستاذ محمد، حتعرفون إنه فعلا كيف زي ما الأخ إبراهيم بكري حط السؤال إنه فعلا يعني بدأ وتدرج إلى ما وصل إلى ما هو عليه. خلينا نبدأ أستاذ محمد، راح نبدأ ناخذ أحد المتسابقين معنا أخونا ثامر الفرشوطي. أخوي ثامر يسعد مساك. يسعد مساك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بعتبر أخونا ثامر هذا نموذج. أهلا وسهلا ثامر، كيف حالك؟ إصرار وكيف حالك؟ أنا سعيد بسماع صوتك الحقيقة، أنا تشرفت معرفتك في لديه كفكرة وقبل كده كمجال إصرار قابلتك كمان والحقيقة أنت فخر لينا يا طيب. والله أنا الفخر لي أنه أول من طلع المسرح وأخذ بيدي وأعطاني هذا واجب يعني. هذا واجب علي واجب على كل واجب علي واجب على كل احد موجود في المملكه انه يساعد ريادي الاعمال باي 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 ما يمكن. نعم الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. يلا ثامر اتفضلي. شنو فكرتك اللي انت اول شيء متحمس حقها؟ هل لديك فكره؟ طبعا انا متحمس لها لديك فكره كثير لانه طيب. انا امسك طريق الرياده، فمهم اني انا ابحث الان عن الاجهز هذا الشيء بافكار ومشاريع اخرى. نعم طب ثامر ما شاء الله انت في جائزه الاصرار ربحت، تتوقع انك راح تاخذ المليون بعد؟
أنا طبعي متفائل. أنا ما شاركت عشان أبحث عن المليون فقط، أنا شاركت عشان أنجح وأحقق إصرار جديد ونجاح جديد بإذن الله. جميلة ثامر، أحسنت، برافو، يا سلام عليك. وأقنع المجتمع طبعا أنه في الآن في فكرتي أنه وجدت أنه في عادات غذائية سيئة موجودة، ويعني البحث المستمر اللي خلاني أفكر في الفكرة هذه أنه العادات الغذائية الخاطئة والمشاكل الأمراض اللي أنا عانيت منها وبيعاني منها المجتمع هي سبب وجود الفكرة، وهي الفكرة أصلا إنشاء أول مركز متكامل يأخذ بيد المجتمع ليحيى حياة أكثر صحة ونشاط. يعني والإنشاء جيل صحي، يعني إحنا بنبحث الآن ونشوف المجتمع كله بيقول لك التغذية الرجيم المدريش، في الأخير يطلع السبب أصلا تسوقهم الخاطئ والتغذية الغير صحيحة، الأطفال نشأوا على غذاء غير صحي فصعب إنك تغير فيهم. فأتت الفكرة أني أنا أفكر في إنشاء أول مركز متكامل. حلو. يحتوي على عديد من الأقسام، يكون عبارة عن هايبر ماركت بس كل الأغذية المعروضة فيه صحية وطبيعية بجانب الأقسام العادية الموجودة في هايبر ماركت عادي، يكون فيه أقسام مميزة مثل قسم اللحوم بدون شحوم، ألبان وأجبان قليلة وموزوعة الدسم، البسكوتات والحلويات منخفضة السعرات، بالإضافة أنه حيكون في بطاقة صحية لكل مستهلك ومطعم صحي ومكتبة الصيفية ونادي صحي للأطفال والسيدات والرجال، بالإضافة أنه حيكون في أخصائيات تغذية في كل قسم من الأقسام يساعدوا المستهلكين أنه كيف هم يتسوقوا بناء على كتلة الجسم وطولهم وعرضهم. طبعا فيه حيكون في خدمة مجانية لقياس الضغط والسكر داخل السوبر ماركت، عملية الخصم حيكون في جهاز تحت عند الكاشير بيحسب وزنه الحالي عن وزنه المرة الفاتت اللي سوق فيها، وبيعمل معادلة معينة تكون هي نسبة الخصم الممنوحة للمتسوق هذا. شوف يا جماعة الخير، يا جماعة الخير كل اللي بيستمعون الآن، يعني ثامر استطاع أن هو في أقل من نصف دقيقة أن يشرح جميع المركز. يا جماعة الخير متكامل. يعني نتعلم من ثامر أنه الفهم الكامل للمشروع وقدرته على سياق المشروع كله في كلمات بسيطة سريعة يستطيع أنه يبيع فكرته. أتمنى الجميع اللي عندهم أفكار يتعلموا من ثامر كيف يبيعوا فكرتهم. نعم، شكرا لك يا ثامر، ونتمنى لك إن شاء الله فالك المليون إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يعني إحنا أنا جدا سعيدة بهالمداخلة وبهالطموح هذا فعلا. يعني أتمنى تنزلون حلقة اليوم كاملة وتخلون أستاذ محمد ينزل كل الأسماء والأماكن كل شيء قال عنه براءة الاختراع. شكرا جزيلا، أتمنى أستاذ محمد فعلا بصفحتك بتويتر حط لهم كل الأسماء إن شاء الله بإذن الله كل شيء. الحلقة إن شاء الله بكرة أو عقبة رح تنزل بصفحة ألف ألف أف أم على اليوتيوب، وأيضا في هل لديك فكرة رح ناخذ مشاركة هاتفية ثانية من رندا عقيل. يا هلا والله يا رندا، اهلا وسهلا رندا، تفضلي. هلا هلا. ايوه اهلا، يسعد مساء رندا. من وين انت حبيبتي؟ انا من جده. من جده، يلا رندا شنو فكره مشروعك؟ اول شيء متحمسه؟ يلا بنوته. ايوه اكيد متحمسه. على المليون ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يلا اعطينا فكرتك يا رندا. فكره باختصار هي شاحنه طعام متنقله زي اللي بنشوفها دول برا. الشحنة هذه هتخدم مناطق حيوية كثيرة زي الشواطئ والملاعب والمنتزهات والمهرجانات وحتى الفعاليات اللي بتصير. حيكون تواصلنا مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. الشحنة هذه حتكون مجهزة بكل أدوات المطبخ، بكل وسائل اللي نحتاجها للنظافة والصحة، وأدوات حتى اللي هي اللي شو بيسموها يا ربي معليش أنا طيب يعني أي شيء لو صار حريق أو أي شيء أعوذ بالله، يعني هذه الأشياء الإطفائية وكده. وطبعا وجباتنا حتكون وجباتنا حتكون مشكلة سندويتشات أشياء عربية وغربية. وإن شاء الله نفوز يا رب يا رب. رندا المهم جدا أنه يعرفوا الناس أنه أنت عندي شغف بهذا الأمر وفي في السندوتشات وفي أشياء مختلفة من هذا المجال، لأنه أيوة لأنه أنا أعتقد أنه أي أحد يسمعنا إذا عندك اثنين من ثلاثة إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك فيه. إذا كان عندك الشغف وعندك القوة أو الشطارة في أنك تسوي شيء معين، وإذا كان السوق يحتاج معنى كده أنه تنجح. فأعتقد أنه إذا كان عندك الشغف وعندك القوة الكافية أنت حتعمل السوق، وإذا عندك القوة الكافية وعندك السوق أنت السنة الكونية أنت مع الوقت ربنا حيعلمك كيف تحب هذا الشغلانة، وإذا كان عندك تحب الشغلانة وعندك السوق مع الوقت مع السنة الكونية تتعلم وتكون شاطرة مع الوقت. روعة. أنا أتمنى لك التوفيق جماعة الخير. الأفكار كلها مفروض أن هي تكون تمس حاجة المواطن
وتحل مشكلة بسيطة في البلد، لا تفكر في أشياء كبيرة ومعقدة، قد تنجح لكن الناس محتاجين لأفكار سهلة بسيطة. صحيح. ممكن تحلهم مشاكلهم اليومية. نعم. رندا شكرا لك حبيبتي على المداخلة. رندا عقل ادخلوا صوتوا لها إذا عجبتكم فكرتها، وفالك المليون إن شاء الله يا رندا. رح نطلع فاصل سريع لكن رح نرجع نواصل معاكم ومع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. كل اللي حابين تشاركوا معانا في حلقتنا اليوم، عندك حماس، عندك طموح، عندك فكرة، كل اللي عليك بس انك تبدأ تتشارك معانا في حلقتنا اليوم. ادخلوا على @fikra_tv @fikra_tv وسجلوا افكاركم. الموسم الثاني حيل قريب رح يبدأ ان شاء الله بنهاية شهر ذي الحجة، يعني كل اللي عليكم انكم تبدون. اللي يبي المليون، مليون ريال سعودي يا شباب ويا بنات يا طموحين، كل اللي عليكم بس تدخلون وتسجلون في موقعهم. اللي مو بعارف يسجل اسألوهم شلون نسجل، وصدقوني رح يردون عليكم ورح إن شاء الله يساعدونكم بطريقة التسجيل. @fikra_tv والمليون بانتظاركم. أيضا شاركوا على هاشتاج هل أندرسكور لديك فكرة، هاشتاج هل أندرسكور لديك أندرسكور فكرة. وأيضا شاركونا عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم وآت محمد فتيحي وآت @fikra_tv وآت أمين أيضا العبدالله. وأيضا على أرقامنا التالية عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84777 موبايلي 640660 زين 7462 62، خط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100. أستاذ محمد قبل ما أخذ المشارك الجديد، يعني ما شاء الله التفاعل على في تويتر، الشباب قاعدين يعرضون أفكارهم. جميل. وقاعدين يردون على بعض، يعني قاعدين. جميل. أيضا هم يحمسون بعض ويشجعون بعض. الطاقة الإيجابية بدأت تنتشر بشكل جيد، وهذا كلام نبغاه. البلد ممكن هي توصل لمرحلة عدوى طاقة إيجابية. أكيد هذا اللي نبيه إن شاء الله. ويلا وكل شخص راح تسمعونا، أنا قاعد أرتفض الأشخاص المتسابقين أيضا، تقدرون تدخلون طبعا على موقعهم الإلكتروني وتصوتوا لهم، صوتوا لهم، ادعموهم ادعموهم. نروح عند إياد توفيق نشوف شنو فكرته. إياد يسعد مساك. أهلا وسهلا. هلا بك إياد، من وين أخوي؟ من عروس البحر الأحمر جدا. الله أمر رخا وشدة، خلينا نقول بعد. أكيد. إياد متحمس حق المسابقة؟ أكيد، هذه فيها إن شاء الله مليون، وفيها كمان نسمع أصوات المشاهدين. مو بس مليون، رح يدعمونكم يعني ما شاء الله تبارك الله، لين ما تصيرون أحد ريادي الأعمال اللي نفتخر فيهم إن شاء الله بكرة. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نقول فالك المليون إن شاء الله رح تأخذه. إن شاء الله. إن شاء الله ليش لا. إياد كيف حالك؟ محمد فتيح. الحمد لله يا رب لك الحمد. طيب. الحمد لله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم. اللي أسألنا يا طيب. يلا عطنا فكرتك يا إياد عشان يسمعونا المستمعين. طيب. ويدشون صوتوا لك. طيب نحن أول شيء قبل فكرتي، نحن عبارة عن شركة كاف، نحن عبارة عن شركة مصورة للبرامج. نفذنا برامج كثيرة اللهم صل محمد، في طبية وبرامج يعني مزادات على الإنترنت، ومن ضمن المشاريع اللي نفذناها هي برنامج بلوت كلب الترفيهي. طبعا برنامج بلوت كلاب تم انشاؤه من تقريبا سنتين، والحمد لله تم تنزيل التطبيق على الاندرويد، وكمان تم تنزيله على الاي او اس، والحمد لله عندنا اكثر من 160 الف داونلود. ما شاء الله ما شاء الله. الان نحن ان شاء الله بمشاركتكم نبي ناخذ هذا المشروع للويب سايت، وباذن الله بتنزيله على الويب سايت راح نوصل يعني لجميع المشتركين الموجودين في العالم. طبعا من ايش ميزات برنامجنا عن غيره؟ نحن أول شيء برنامجنا لعبة تتيح لك أنك تتعامل يعني تلعب ضد الآخرين، تتيح لك الدردشة معهم، اللعب الإلكتروني ذكي جدا، يعني يلعب ذكي أنه لاعب حقيقي، أصوات موسيقى هادية، اللعبة متواجدة طبعا باللغة الإنجليزية وكمان باللغة العربية، اللعبة طبعا يعني الأقرب للحقيقة. هذه نحن سبب تنزيلها. طبعا واحد من الأهداف اللعبة أنه تتيح للمشترك أنه مو لازم يروح القهاوي أو يروح الله محمد المقاهي، ممكن من جوة بيته شو اسمه الله محمد أنه يعني يلعب اللعبة، يكون متواجد. جميل. مع أهله. حلو. جميل إياد، حليت مشكلة كبيرة يا إياد، وأعتقد أنه كثير من الزوجات ينبسطوا بهذا التطبيق على أساس أنه زواجهم يقعد في البيت يلعبوا اللعبة هذه بعد ما هم يخرجوا برا. نعم. إذا ننتظر نعمل زوجات معناته. ما يبي يحكي ليش، إحنا لنا نصيب يعني. يلا الله، الله يوفقك. الله يوفقك إن شاء الله. شكرا لك وفالك المليون إن شاء الله أخوي إياد. يعني يا هلا فيك. الوقت بدأ يدهمنا. أنا بشكر كل بنت المري وضي الابتسامة، دنيا الوله وأحمد، كل اللي قاعدين فعلا يرتوتون لحلقة اليوم. تسلم يمناكم كلكم. قبل ما أختم الحلقة في سؤال أستاذ محمد جانا عبر الاسم اس، يقول عندي سؤال، لماذا
ما كل رجل أعمال يتبنون على الأقل 10 أشخاص من الشباب والبنات ويطورونهم ويدعمونهم بدل ما تصير مسابقة ويتم اختيار شخص واحد من جميع المشاركين. كل شخص عنده أفكار ومشاريع كثيرة لكن للأسف ما في أحد يدعم. أنا ما سمعنا من البداية. هي أنا أعرف الأصدقاء لي كثير أنهم بيدعموا. أنا بنفسي أنا بدعم كتدريب وتوجيه في قطوف الريادة وبدعم بآخرين. فنحن أنا أذكر شيء الحقيقة سراق الخطيب صديقي، سواء فاز حربي، بندر العسائي، محمود عبد الخالق سعيد، أسامة أحمد البار، محمد صويلح، يا جماعة الخير، حد نواف الصحاف، هشام الرويحي، البلد فيها خير، الشباب تغيروا عن زمان، الشباب مستعدين أنهم يستثمروا معاكم ماديا ومعنويا وفكريا، بادروا وجربوا وادخلوا المواقع، نحن معاكم قلبا وقالبا. الموقع نقوله مره ثانيه www تفضل www.عقال.org. وهل لديك فكره وقطوف وسرب بادر واكماك؟ وهناك ايضا وعد الشمال، وهناك ايضا منطقه الشرقيه ومنطقه الرياض. نعم. ومنطقه القصيم. نحن كلنا معاكم لانه انتم امل مستقبل وطموح الحاضر. نعم. بكم ولكم نعمل لخير هذا الوطن يا جماعه، اشتركوا. والاخر شيء، هل لديك فكره؟ 1,000,000 ريال سعودي كاش. بالضبط. نعم، شكرا لك استاذ محمد على تواجدك معنا اليوم. الكنترول قاعدين يقولون الوقت، شكرا لك على تواجدك معنا، يعطيك الف عافيه. مستمعينا الكرام، كان معي على مدى ساعه كامله الاستاذ محمد احمد فتيحي، احد اعضاء لجنه التحكيم هل لديك فكره، وايضا رجل الاعمال المعروف. اشكر كل اللي تشاركوا معي اليوم وعطانا ثقتهم، سواء عبر الاس ام اس ومداخلاتكم الهاتفيه عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر، وعبر ايضا خط هاتفنا المباشر. الشكر ايضا موصول لزميلتي فدوى بوغس من خلف الاخراج والهندسه الصوتيه. بكره خليكم معي، راح تكون معنا قصه من احد قصص الكفاح والاسرار، راح تكون معايا بكره غدا بمشيئه تعالى المصممة غادة مغربي. كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمينة العبد الله. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية، برامج ألف ألف أف أم. فمان الله.